عندنا أسئلة وردتنا بالفاكس، يقول هذا السائل الشيخ صالح: إذا كان الشخص مسافرا وعنده نية القصر والجمع، فهل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ نعم يقول إذا كان الشخص مسافرا وعنده نعم نية القصر والجمع، هل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ نعم يجوز أن يكون إماما في الصلاة، ولكن يأمر المأمومين بأن يتموا لأنفسهم إذا سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة في حجة الوداع، وقال: يا أهل مكة، إن قوم سفر، فأتموا لأنفسكم. فيجوز أن يؤمهم وأن يقصر الصلاة، فإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم، ثم يقوم هو ويأتي بالصلاة التي بعدها جمعا. نعم.